دقات قلب تقول شو فيها يا عيون بسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغم حب وهمزة روح دقات قلب تقول شو فيها عشان شمعتنا دي تيد بيدك وإيديا ندريها يا خويا يا ابن عشم ولا بويا ولا دمي ولا حمي علشان شمعتنا دي تيد بيدك وإيديا ندريها ما عم تخيل حياتي بدونك. وأنا كمان بحبك. وعلى فكرة بحبك من أول لحظة شفتك فيها. أنا ميرا فريد نوح. عفوا ميرا فريد نوح. طلع ابونا بيجيب اولاد. هلا جبت لكم محاميكم، محامي ابوكم، رح يفسر لكم كل شيء. هي بنتي الحقيقيه، انا ظلمتها كثير، بدي اياكم تعطوها حقها. هذا يعني من حصتي بالشركات.
بعد ما كتبت لكم 49% من كافة الأسهم في كل الشركات. هاي لسه كلها يدف يا ملعوب. ملعوب شو؟ ما سمعت هذا الحكي من تمه؟ مو إذا بشوفه بالتلفزيون، إذا بيطلع كلها ياته بيوقف قدامي وبيقول لي هذا الحكي اللي سمعناه، ما رح صدق، ما رح صدق. بس بدي منك تفهميني. أنا ما لازم أفهم شيء، أنت اللي لازم تفهم. أنا بحب نور، خطبنا وكتبنا كتابنا وعم نحضر للزواج. ماريا أنا بحبك، ولو شو ما كان ظرفك ووضعك رح ضل حبك. أنا بجد مش قادر أعرف أفهم أبوك إزاي إن أنا حاجة وفريد نوح ده حاجة تانية خالص. أنا زهقت والله العظيم. طول بالك حبيبي. يا ريت تعرفت عليك من زمان نور. مع أمير. أمير؟ مجنونة أنت مع أمير؟ أنا بحب أمير ومش عايزة أبعد عنه. انت لا امتين اجلت العرس. كل اللي صاير اني اجلت شوي بسبب الكركبه اللي نحن مارقين فيها. ميرا انا عم بحبك. عم بحبك كثير. انت شو عم تحكي؟ فادية قصتنا صار مارق علي 10 سنين وما حدا عرف فيها. وانا كمان بتشكرك انك انت حافظت على هذا الموضوع. يا فادي اذا هلا عرف نور شو ممكن يعمل. 10 سنين 10 سنين 10 سنين ليش ما قلتي لي؟ نسيته. اخرسي كذابه. وات سكتي وارخسي. بعد عني واطيني انتو التين. يا هلا بتطلقها يا ما بخلي الذبان الازرق يعرف انت وين. لك خلص عن جد خلص، ما بتعبوا قلبكم. انا تجوزت وما بقى حدا الحق علي. مين كيف ما الحق عليكي؟ تعي روحي معي على البيت هلا. لك اتركيها، بنتكم صارت مرتي، واي حدا بده يقرب عليها وياخذها مني لسه ما خلقتيها. ما حدا بياخذها مني، واللي بياخذها مني لسه ما خلق. زين مش ابن كرم، زين ابنك انت. انا حامل. شو يعني حامل؟ رح تكون اخر ليله مع بعض، ما حدا رح يعرف الا انا وانت بس. طلعي لهون، عم تشوفي؟ هذا هو الزلمة اللي بدك تتجوزي اليوم. شفت التاريخ؟ أول امبارح. رح نتجوز مني. شادي عم بيقول إنه هو أخي الحقيقي. شو؟ بدي التحليل بتاعتي، كده مش ناقص غير التحليل بتاعتك، تفضل. قلت لك إنه الموضوع ما بيهمني. أنا ما صبتك. رايح أجيب الديب من ديلو. على فكرة أنا بموت بهالضحكة. مين؟ المسخرة اللي بتحصل. انت حرة اللي بدك تسوي بحياتك، بس ما راح اقبل ابدا اللي عم يصير بينك وبين امير وبالذات هون. الحب والغيرة عامين على قلبك لدرجة انك ما بتعرف شو بدك تساوي. ها؟ انا وانت بنحب بعض، اعترف بقى. ايدك على ايدك. يا مريم والله نور مش هقول له. روح معه، روح معه، روح معه. ما بدي روح معها، انا بدي ضل معك انت. ما بعرف شيء بيربطني فيك، فهمت؟ فكره اني ما بقدر اعمل لك حركات اللطافه اللي بيعملوا لك اياها الكبار؟ ايدك. قولي لي انا شو ناقصني؟ انا شو ناقصني؟ شنور ماريا مصره على الطلاق ومو مستعده ابدا تتنازل عن حقها بالمتاخر. ليش هيك عم تساوي؟ ليش؟ انت بحياتك ما كانت تهمك المصاري. تغيرت، كل شيء حوالي عم يتغير. بعدين قلت لحالي هلا المصاري هلا موضة، ليه ما بتبعها؟ بدها متأخرها كامل،
قديش متأخرة؟ نص اللي بملكه. لا مجنون أنت مجنون؟ مين أعطاك هذا الحق بس فاهمني؟ اللي مين؟ أنت بتعرف كثير منيح إنه مصارينا فايتة ببعض. تعرف شو معناته هذا الحكي ولا لا؟ أنا جاي لأعتذر منك على اللي صار هذاك اليوم. ما كان لازم أعمل هيك. ورحت لعند شادي كمان واعتذرت منه. سوار أنا يعني جاي أقول لك إنه شكراً على كل اللي عملتي اليوم. ولو يا رفيق، إحنا أهل ورفقات. بعدين أنا بعرف إنك أنت بتحب حفلات لعيد الميلاد تبعك. بتحب تعزم رفقاتك ويجيبوا لك هدايا. فادي، نحن ما فينا نكون أقرب من بعض هيك. يا هاني تتحرك يا غدا، انت خليش بيديني عليك. مرتك المحترمة يا سيد رياض، كان في بينه وبين فريد نوح قصص وبلاوي. لاي برا. لحظة، ها؟ بتعرفي شو معنات إنه نور يعرف إنه في شي بيناتنا؟ أنت حضرتك متخيلة الكارثة اللي رح تصير؟ إحنا الأول كنا عايزين جتة واحدة، دلوقتي عايزين جتتين، الواد وأخوه. يا ولاد الكلب، وأنا عم أقول لحالي ليش الست ماريا راكدة بدها تتطلق؟ عنجد انتوا احنا بصيها تكني معي خلصولي بالي. اول شي مني آنسة، انا مدام وهيدا جوزة يا معقدة، وهيدا بيت بي وحرة اعمل فيه اللي بدي اياه. مبسوطة؟ بقى روحي من وجهي وتركينا احضر هالفيلم بقى على رواق. نور لازم يترك الادارة وانا استلم محله. بدك رأيي؟ لا، ما بدي رأيك. بدي اياك تشوف لي طريقة قانونية وتعمل اللي بقول لك عليه. ولاد نوح مش سهلين، مش سهلين ابدا. دول اشهر من نار على العالم هنا. وشرفك يا برعي، رجالتي هتحط ارواحهم في ايديهم. لا هو عم تخوني مع هاد، نغطوا حالكم محلي. حدا حس فيه؟ هلا لدقيت الباب يا رفيق. هلا بس مر، انا دقيت الباب وانت فتحتي. فاتن، بتقنعي ميرا تحصل المصاري قد ما بتقدر، فهمتي؟ بتقنعيها. في شيء اذا عرفوا نور واخواته بنخرب بيتنا وبيروح كل شيء. كل شيء. شو هو؟ فريد. فريد مش بيك. انت شو عم تحكي؟ صاير بعقلك شي؟ جنيتي شي؟ عم تتمسخري؟ شو بكي ماما؟ انت شو عم تحكي؟ شو عم تقولي؟ كيف يعني؟ فسريني اياها، ما بفهم. فريد نوح بيي، انا شفته، اعترف فيي، في تحاليل دي ان اي. كل شيء بالحياه بينباع وبينشرى، حتى التحاليل. انت مره مجنونه. انت عم تستغليني؟ انا بنتك، انا بنتك، بتعملي فيي هيك كرمال المصاري؟ خلص كذبت،
متى بدك تحاسبيني هلا؟ نور إذا عرف بيخرب لنا بيتنا، بنحبس. لازم ناخذ المصاري ونهرب ونفل من هون، القصة مش لعبة. مين هو؟ مين هو؟ مين هو؟ مين هو؟ شو عم تحكي؟ شو عم تقولي؟ مين هو؟ ميرا، مش هيدا المهم؟ مش انت اللي بتقرري شو المهم وشو مش مهم؟ هلأ بدي أعرف مين هو؟ بعدك إنه بس نرجع باريس بخبرك. شو بيضمني إنه ما عم تكذب علي هلأ؟ لك انت وحدة كذابة، انت وحدة أنانية بتفكر بحالك وبس. ميرا، بكرة بس تلاقي حياتك زابطة بحسابك فيه ملايين رح تتذكري مين كان السبب. أنا ما عم صدق، ما عم صدق. ميرا، فكري بدون عصبية، فكري إذا ما قبلت المصاري شو رح يصير فيي وفيك. ما بدي فكر بشي، بدي شوف هالكذبة شو آخرتها. بعدني طيب أنا عندي فكرة، ليه ما بتقعد أنت وياها هون وبتحكوا بتتفاهموا سوا، شو رأيك؟ أيوة بتكوني أنت معنا. أنا أكون معكم بابا، شو بدي أسوي معكم؟ لك أنت بنتنا، شلون شو بدك تساوي معنا؟ نحن ثلاثة قاعدين في أحلى منا. يا بابا يا حبيبي افهم علي، بدي إياك أنت وياها لحالكم هيك قاعدة رواق ورومانس، فهمت علي؟ هيك حركات. لك أنا هلأ تلبكت، شلون إذا أنا وياها لحالنا قاعدين يعني؟ لك بعدين أنا ليكي أنا ما بحب الفبركة وهيك، إنه إذا بتصير القصص تصير هيك بشكل طبيعي، لازم مخطط له وما بعرف شو، تركي يا بتصير يا ما بتصير. ما بتصير شو بتصير أو ما بتصير؟ لا بدها تصير بابا، شو صرنا ساعة منخطط؟ بدها تصير يعني بدها تصير، بدي إياكم تقعدوا سوا كرمالي بابا حبيبي. اسمع لقلك، بتقعدوا هون بالمطعم بتفضيه، ما بدي ولا حدا، بتطبخ طبخة طيبة، ورد وشموع هيك قصص، شو رأيك؟ حط لنا موسيقى. موسيقى يا عيني عليك. بتحب الموسيقى؟ يا عيني عليك، هلا بلشت تفهم علي، آخر رواق، شو رأيك؟ شو؟ لك بس بتعرفي شو يعني؟ انه شو عم تساوينا مثل اولاد صغار انا وياها، قد الشلاتير انا وامك، صرنا بدنا نرجع نطبق بعضنا من اول وجديد انا وياها. ما ليه ما لا ظابطه بابا، اسمعنا اقول لك، لساتك شب مثل القمر، شو ناقصك ترجع تطبق من اول وجديد؟ طبقها. شو؟ ايه اخي اتركيني هلا، ما بقى خليني افكر بالقصه. لا بلا، حبيت الفكره. هي امك وحده مجنونه، هي عم تحكي هيك. بدي اعرف مين هو هلا. مين هو؟ فريد نوح ابوكي، عرفتي مين هو؟ وصيته هيك بتقول، تحاليل الدي ان اي هيك بتقول، بس امك ابصر شو صار لها، قررت هلا تجن. ولك يا بنت، يا بنت، هي عم تضغط عليكي لحتى تقبلي بالشي اللي عم يقدمه نور. ايش هي ما فيها تشتري تحاليل الدي ان اي؟ مستحيل. التحاليل أنا اللي أشرفت عليها، ما حدا بيعرف المخبر غيري، أنا اللي أخذتها على المخبر وأنا اللي جبتها من المخبر. ميرا، ميرا الله يرضى عليكي، لا تخلي أمك تجننك، حطي عقلك براسك يا بنت. بدي عيد التحاليل. شو بدي عيد التحاليل؟ تفتحي على حالك باب ما بيعود يتسكر، تتأخر كل قصة الوردة، وإذا دريوا الشباب ما بيعتقوكي. الله يرضى عليكي، منكون بشي منصير بشي تاني، هدي شوي يا ميرا، هدي شوي. بدي أتأكد. أنتي بنته لفريد نوح، بشرفي أنتي بنته لفريد نوح. لك ميرا، أنا أصلاً القضية ما كنت استلمتها لولا أنه متأكد. لا تخلي الشباب يستلموكي، ناطرينك على الدقرة هدول. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، اهدي شوي واركني وفكري على رواق، أحسن ما القصة كلها تروح لماريا. ميرا اهدي، الله يرضى عليك. والله مش عارفة يا فاتن شو أعمل،
لو بتشوفي كيف كان عم بيعاملني قدام أصحابه مثل الشرشوحة. طب إذا بده ينتقم مني ضروري يعاملني هيك قدام العالم؟ رحاب خلص طولي بالك، المهم رجع على البيت وأنت لازم تتحملي. بعدين قالي لي أنت اللي عملتي. طب يا حبيبتي أنا بدي أفسر له أني ندماني، بس هو مش عم بيقتنع مني. بعدين أنا كل شي عملته كان لنرجع نوقف العيلة على أجريه ونموت من الجوع. ما بعرف بس بشرفك حشنقة. لك شو خلصنا؟ ما أنا بتلفنك تتساعديني. رحاب معي خط تاني، هلا برجع بحكيك. ألو، إيه شو صار؟ ولك أنتي مجنونة شي؟ مجنونة؟ بدك تخربي كل شي من ورا طيشك؟ بشرفك أسيل خلص، أنا كان بدي إياها بس تاخد المصاري ونخلص. ها بتقومي بتقلي لها هيك ما هيك؟ شو صار هلا؟ شفتها؟ شفتها؟ شفتها وفهمتها إنك جانة. ما تحكي معي بالطريقة. أنتي بتسمعي وبس وبتنفذي اللي بقلك عليه وبس، فهمتي؟ هلا هي جاية على البيت وأنا فهمت إنه هذا اللي عملتيه معها كله كان ملعوب لحتى تضغطي عليها مشان تقبل بنور. ليك وصلت خلص سكر باي. يلا باي. حبيبتي ما بدي نور وأخواته يضايقوكي، بدنا ناخذ حقنا وبس. هيدا ما بيعطيك الحق تكذبي علي هيك كذبة. مزبوط بس أنا خايفة عليكي منه. أنت ما دخلك فيهم. ما دخلني؟ والله ليش هدول ما بيكونوا بيدو لفريد نوح اللي هو بيي؟ فريد نوح شو؟ بيي؟ أي بيك. بس لحسن ناخد المصاري ونمشي. بعدي بعدين ما بفتح تمي بكلمة. بس من هلأ لوقتها ما تأمني لحدا. هول بحياتهم ما رح يقبلوكي وحدة منهم. هيدا الشيء بعرفه كتير منيح. خلص ماما بشرفك يلا تصبحي على خير. بس ما بوعدك اني رح انسى الفصل اللي عملتي فيه. بس ليش عم تتخلقي بوجهي هيك؟ حرة اتخلق واحكي كيف ما بدي بهالبيت. لا ما فيك تحكي مثل ما بدك بهيدا البيت، بنت بلا تربايه. تربايه؟ ضحكتيني ماما. لك مين عم يحكي عن التربايه؟ ليكي ولي خرسي احسن لك. احسن ما شو؟ قضيتيها بتنظري وبتشيلي وبتحطي على اساس انت الغلط مش مشرشر منك من فوق لتحت. ليكي بنتي هيدي القصة بيني وبين بيك، ما حدا دخله بهذا الموضوع، فهمتي؟ ما فهمت. ليه؟ رأسك تكسر إذا بسمع هذا الحكي. وحدة قليلة التربية. هلا من العلوم اللي لازم يمشي هون، مفهوم؟ بابا ليه عم تحكيني بهالطريقة؟ ولا كلمة أحسن ما هر سنانك هلا. احترام لازم يضل موجود بهذا البيت. حتى لو كان في ناس. يلا اطلع على أوضة. انقلعي! والله رياض ما بدي منك شي، بس بدي اشكرك لانك سكتت لونا. لو ما انت هون ما كنت بعرف شو بعمل. انا ما صرخت عليها كرمالك، أنا صرخت عليها حتى البنات ما يتعودوا يصرخوا بوجه أمهم، لأنه الأم اللي مش محترمة بالبيت بيكون البيت كله مش محترم. منيح اللي أنت كنت هون اليوم، بكرة شو بعمل؟ مين بيهديها؟ تحملي نتيجة عملتك،
هيدي قصة قديمة وخلصت. قصة قديمة؟ روحي ضبي بناتك. هيدي القصة القديمة مدام. لك قلبت لنا بيتنا فوقاني تحتاني وكركبت لنا عيشتنا. ليش كركبت لنا عيشتنا يا حبيبي؟ لأنك عرفت إنه مرتك مستعدة تبهدل حالها لحتى أنت ما تتبهدل؟ مستعدة تعمل المستحيل لحتى أنت يضل راسك مرفوع؟ بس معليش، فديكن كلكن، مهم أنتو يضل راسكن مرفوع. لا ما تعملي لي حالك إنه أنت ضحية وتضحية وما بعرف شو. المسألة مسألة أخلاق مدام. إنه ما تقولي لي إنه لولاكي يومتها نحنا كنا متنا من الجوع، وهيدا ما بيبرر لك إنه تكذب علي كل هيدي السنين، وخصوصا إذا كان هيدا الشيء بس من شان المصاري. يا حبيبي بشو بحلف لك إنه القصة وقفت عند المصاري وبس؟ أنا ما برضى حدا يوسخ سمعتي، شو بيك؟ تتذكر وقت ضليتك سنة مش قادر تطلع قرش، والديون أكلتنا ومش قادر نوفيهم؟ شو فيها يعني إذا رح طلبت مصاري من فريد وقتها؟ شو كان بدك يانا نعمل؟ نرجع على الحرب وعلى الضيعة؟ رحت خبرت منى وفريد وساعدونا، وين الجريمة؟ أنا بتعرفي شو كان بدي؟ كان بدي شغلي واحدي بس، إنك تحطيني بالصورة، إنك تحكي لي تشرحي لي شو صار. لك حتى ما ضلني قاعد قدام هيدا، أنا قدام فريد نوح قاعد مثل الأهبل، مثل الزوج، مثل الأطرش بالزفة. ليش أطرش بالزفة؟ ليش عم تقول هيك؟ لو فريد عطاك المصاري منه لحاله مش من خلالي أنا، كنت انزعجت هالقد؟ بس فهميني، مش عم تبرم، مش عم تدور، مش عم تركز براسي. فهميني شغلي واحدة، فريد نوح كرمال شو بده يعطيكي مصاري؟ قولي يا حبيبي. مش كرمال شي، كرمال صحبتنا. هي سمر الكذابة الفلتاني اخترعت الخبرية بس لأنه كانت تغار مني، لأنه فريد كان يحترمني. ها أيه، يعني الزلمة حاطك براسه. يا حبيبي فكرك لو هي مزبوط كامشي علي شي كانت طلعته من زمان، بس كذابة وما كانت تسترجي لأنه منى كانت عايشة وقتها. رياض عيب، هولي الجميع كانوا كتير منيح معنا وساعدونا، هيك بترد لهم الجميل؟ بعدين هلأ بدك تقلي إنك غيران علي؟ صباح الخير. صباح الخير. عم بزعجك أنا شي؟ أبدا. كيفك؟ ماشي الحال، منيح. غريب الواحد يسمع صوتك هيك الصبح بعد كل هذا الوقت. عم يضايقك شي هذا الحكي سمر؟ لا مو هيك القصة، بس أنا صار لي زمان ما حسيتك لطيف معي. زمان كتير يا رفيق. معاكي حق، شو بدي احكي الواحد. سمر، انا حابب اليوم اعزمك على العشاء بالمطعم تبعنا، شو رايك؟ ما سمعت رايك. ها بعرف اني غلطت، بس انه دغري صلحت غلطتي. ما صلحتي شيء يا مدام، ما صلحتي شيء. لو ما اجت لعندي وحكيت معها الله اعلم شو كان ممكن يصير. لك تخيلي نعيد التحاليل. ما رح نعيدها. ولو عدناها شو كان صار؟ شفتي حضرتك على اي حبل عم تلعبي؟ انا بعرف ميرا، حتى لو صدقت اللي قلته ما كانت رح تعيد التحاليل، كانت رح تاخذ المصاري ونفل من هون. ميرا تغيرت يا مدام. ميرا ما عاد بدها تروح من هون. حتى لو ما عاد بدها كانت كرمالي رح تروح. لا ترهني على هذا الشيء يا مدام، لأنه رح تخسري ورح يروح راسك وراس الست ميرا وراسي كمان بمعيتكم. حبيبي ما تخاف،
ميرا بإيدنا، حتى لو عملت حركات وتنمردت شوي بس هي بإيدنا. بتعرفي شو أكتر شي بيجاكرني فيكي وبيستفزني؟ هالثقة العمياء هي بحالك. ميرا بإيدنا، ولك هي المنطقة ممنوع تقربي عليا، ممنوع. وتاني مرة لا تحاكيها، أنا بحكي معها، مفهوم؟ حبيبي خلص بقى. شو عم أحكي؟ تاني مرة لا تحاكيها. حاضر. تفضل. عندك شوية وقت؟ مثل ما لك شايف الشغل فوق راسي. بدنا نحكي شوي بالديل اللي عرضته علي. طيب شباب خذوه هون على غرفة الاجتماع استنوني. يلا تفضلي. أنا موافقة. وافقتي؟ بس عندي شرط واحد. بدنا نستنى سنة واحدة قبل ما ننفذ الديل. بمعنى رح نعيش مع بعض سنة، نجرب بعض، نصفي القلوب والنوايا، نرجع نشتغل مع بعض كعائلة واحدة. بعرف المشاكل اللي عم تمرقوا فيها بسبب قضية الوردة. رح أوقف كل القضايا المرفوعة، رح يرجع البزنس مثل ما كان وأحسن. حتى بمصر رح نتساعد ونحط الإيد بالإيد لحتى يرجع الشغل مثل ما كان وأحسن كمان. وبعد هالسنة؟ بعد هالسنة أنتوا بتقرروا، يا إما بتقبلوني مثلي مثلكم وبنصير عيلة واحدة وبشارككم بالمصاري اللي عرضتن علي، يا إما باخدهم وبمشي. طيب بس ما قلتي لي شو رح تستفيدي من السنة هي؟ أنا هاد شرطي وأنت فكر فيه. شو حلو بس تكون بالبيت. وأنت كمان، بس لما بيكون مزاجك رايق. مزاجي ولا أروع بابا. إنه شو صاير معي يعني؟ خسرت جوزي وخسرت ابني وشغلي. يعني فيك تقول بأحسن حالتي. بسيطة. إيه بأحسن حالتي. أنا أساساً كان بدي إياك تترك الشغل يعني، بس ما كنت حابب إنها تطلع مني. كنت ناطرك أنت تاخذي القرار. خلص بقى، ما لازم تبقي بهذا الشغل أنت. بعدين لازم تفكري بحالك يعني، إنه شو ناطرة؟ نطلعي لقدام بي إنه ما الحياة قدامك. انت وماما كيف؟ انا وامك خلاص. انا نفضت ايدي منها تماما. ما بقى في شي راكب بيني وبينها يعني. بعدين انا بس بدي لك شغله بيي، انه انا رجعت على هيدا البيت بس كرمالكن، مش كرمال شي تاني. انا بس رجعت على هيدا البيت لانه هيدا بيتي وانتو عائلتي، وانا لازم حافظ على هيدي العائلة وما خلي هيدا البيت يفلت، وما في شي تاني غير هيك. المفروض أنا عم بسيطة. الله يخلينا هيك بابا. مجد ليش ما عم بيرد؟ هلا ما وقفت على مجد. قولي اللي عندك ونحن منخبره.
أنا ماني مستعد أقضي نهاري باجتماعات وعدة مكاتب بلا طعمة. طيب مو قررتوا تسحبوا الإدارة مني بعد ما فصلتها الست ماريا؟ خبروني أشوف شو عم تساوي بالمرضى هاي. تفضل. لا نور، مش بس عشان كده، انت الحملة تقل عليك الفترة اللي فاتت دي وبصراحة كده شايفينك ما بتاخدش قرارات صح. انت بحاجة لإجازة تغير فيها جو وتهدي أعصابك شوي. نور، انت جايتك قصص الطلاق وانا بعرف اني حديش رح بتكون صعبة عليك. ومين قررت يستلم الإدارة مطرحي؟ أنا رح أستلم. أنت؟ وليش هيك تفاجأت كتير؟ يعني مالك شايفني بالحمل؟ يعني إذا أنا سويت غلط حضراتكم اللي عم تساووا أكبر غلط. تعرف قديش بدنا شغل لنخلي توقيعك هو المعتمد؟ ولا نوقف كل شيء؟ لبين ما تصير هاي القصة؟ لا 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 تبلش لي بهالقصص. لا حبيبي لا، أنا بعرف منيح إنه شغلي مو شغلة توقيع. لا رح بلش، لأنه هذا القرار اللي آخدينه قرار أولاد صغار، ناس ما بتحمل مسؤولية. طب على الأقل ما تاخدش أي قرار من غير ما ترجع لنا. أنا رح كمل شغلي تماما مثل ما كان، ما رح اسمع لحكي الأولاد هاد. أي لحظة لحظة لحظة، هذا ما له حكي أولاد. مو كل شغلة ما بتعجبك بتقول عنا حكي أولاد. أنت عم تكبر راس علينا كلياتنا. لسا اللي عاجبك بتقول له عود واللي مو عاجبك بتقول له امشي. انت ما ينفعش تطرد اي حد فينا اصلا. قصدك فادي بعد اللي ساواه الاستاذ هنيك المحترم هاد؟ ما عاد اخي، ما عاد اخي ابدا. وانت بتعرف قاعده ببيتي مالك. هذا مو بيتك، هذا البيت بيتنا، وهذا الشغل مو شغلك، شغلنا. تحديداً يا أمير، أنا فهمان عليك شو بدك وفهمان عليك شو راسم. مزبوط مزبوط، برافو عليك، بس أنا لاقطك وفهمانك. شوفوا يا جماعة، كلام معي ما عاد فيه، كلامكم مع أسيل. روحوا اجتمعوا مع أسيل وقرقروا معه. أنا بالنسبة إلي هلأ في شغل وتفضلوا. خلص الاجتماع يلا. لا 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 لا، الاجتماع ما خلص، أنا لسه عندي حكي. إذا حابين أنتوا تمشوا امشوا. ايه استاذ نور، انت شو اللي بدك يا بالضبط؟ بدك توصل الامور بيننا للمحاكم؟ انا على فكره ما عندي مشكله، بس هيك بتكون عم تهد العيله وعم تخلي كل واحد فينا يبقى لحاله. هيك بدك استاذ امير؟ انا اكثر واحد بهالعيله حريص عليها وبدي حافظ عليها. انت هيك عم تضيعنا، ما عم تحافظ على العيله، واجا الوقت اللي تخلي حدا غيرك يتحمل المسؤولية. Oh,
خويا يا ابني مش امي ولا ابويا ولا دمي ولحمي، علشان شمعتنا بتقيل ايدك وايديا ندريها. يا خويا يا ابني مش امي ولا ابويا ولا دمي ولحمي، علشان شمعتنا.